شكر كبير لشركة الكوثر على البرنامج السياحي اللي عم يعملوا ليا. هلا نحن بالاكواريوم هون بماليزيا بكوالالمبور. شيء كثير رائع صراحة. فحرجيكم لمحة بسيطة. السندس وزرافة البحر وعم يسبح كمان كتير أنواع من الجمبري سمك كل أنواع شيء حلو ممتع بنصح الكل فيها شو في عنا هون هون بلش الحجم الكبير من السمك هو شو نوعه اكيد ما عندي خبره بس شيء كثير حلو بيشبه سمك الناصر تبع بلاد شيء رائع شيء رائع للحقيقة بلش الحجم الكبير من السمك ما بعرف شو نوعه اكيد ما عندي خبره بس شيء كثير حلو بيشبه سمك الناصر تبع بلاد شيء رائع شيء رائع للحقيقه ليش هاي السودي لحالها هون؟ ليش ما حدا بيحب حالها لحالها؟ سودي لأنه مصدومة في عنصرية بين السمكات في عنصرية
هاي منزل السمك من تحت. كمان شركة كوسر في ماليزيا.